سؤال صريح، هل خالد يوسف لما رجع بكارما في كامل لياقته، ولا هو هو بقاله فتره ما هو بيقدمش؟ نفس الامر عمله قبل الثوره، اتعرض عشان دي عامله لخبطه عند الناس، اتعرض 2011 عرضا تجاريا، ولكن كان قبل كده، قبل الثوره. فانت بتتكلم على حد قعد تقريبا 8 سنين بعيد عن البلاتوه، قعد بلياقته؟ لا ومش كده بس، انت ممكن تبعد عن البلاتوه بس تبقى محافظ على ايقاع الزمن اللي احنا فيه. كويس. فهو ما حافظ، ما خدش باله ان اللغه اتغيرت، اللغه السينمائيه اتغيرت كثيرا عما يقدمه خالد يوسف. خالد لما تشوف افلامه هتلاقيه مخرج شباك. حين ميسره مخرج شباك، ده جاب اظن 22 مليون. دكان شحاته كان برضه، دكان شحاته مخرج ايضا شباك وبيقدم وجهه نظر، يعني كان بيحافظ دايما على التوازن. تقدم قضيه وجهه نظر، وايضا يعني في مشكله في اللغه السينمائيه كان عنده. بتكلم على الفيلم الاخير، الفيلم كارما. كارما مشكلته انه كلغه سينمائيه تجاوزها الزمن. لغه التلقين انتهت، انك انت في نهايه الفيلم تروح في مواطن وعظ كتير، في مواطن وعظ كتير وداخل الفيلم كل شويه بترمي حاجه بهذا المعنى. حتى لما كان بينتقل من الجانب الواقعي للجانب الخيالي، فبيحاول يمنطق ما لا يجوز منطقته، فاضطر يقول ليه الشخصيه منقسمه. ده تجاوزه ايضا الزمن، بترمي الكوره في ملعب المتلقي وهو اللي يحسبها على حسب وطني، اللي هو الشخصيه الفقيره، او ادهم اللي هو الشخصيه الغنيه. بس يعني فكره الانفصام ده داخل نفس الشخص، خلي الجمهور، لان الشخصيتين عندهم انفصام. انت ممكن من بوجهه نظر اخرى يبقى وطني هو اللي بيتخيل، لانه عنده نفس المشاكل بس بوجه اخر، ان كارما دي هي البنت الغنيه، بنته الفقيره، اللي هما الاثنين كارما وكارما، ده فقير وده غني، ده مسيحي وده مسلم. خلي الجمال انه ان تخلي الكره في ملعب الناس، هو لا، هو خوفا من ان الناس ما تبقاش فاهمه، او حرصا بزياده على انه يلقي الموعظه، ف ضاع منه، جابها على ضاع منه الخير، جابها على بلاطه، جابها على الارض، فناهيك على بلاطه عن انه الفيلم ايقاعه مش ايقاع الحاله اللي احنا فيه ولا الزمن، ايقاع مترحل.